تشرين مستمرة، تشرين قادمة لربما بدعم أكبر، تشرين يعني صوت العراق المدوي الذي يطالب بوطن، صوت العراق المدوي الذي يطالب ببناء دولة مواطنة وبناء حكومة وطنية عراقية قادرة على مواجهة التحديات. ويعني يجب أن لا يشترك بها الأحزاب السياسية التي أثبتت فشلها طيلة المرحلة المقبلة. نعم الشعب العراقي وعى جيدا، يعني ثورة تشرين تمثل العراقيين جميعا. من يعتقد أن ثورة تشرين هي يعني حبيسة رقعة جغرافية معينة فهذا واهم أبدا. ثورة تشرين مطالبها تمثل كل العراقيين حتى في المحافظات الغربية والشمالية، وبالتالي هذا هو صوت العراق. إذا تجرأت العملية السياسية وأقطابها على تجاوز صوت العراق فالقضية لا يحمد عقباها. نعم 25 بالشهر المقبل، 25 تشرين المقبل، يعني ستنطلق ثورة تشرين من جديد، يعني سواء يعني شكلوا الحكومة بهذه العملية السياسية أم لم يشكلوها. إذا تشكلت الحكومة العراقية، إذا تشكلت الحكومة في هذه المرحلة، فيعني نحن نعلم أن الحكومة التي ستتشكل سيشكلها الإطار التنسيقي، وبالتالي الإطار التنسيقي متمسك بالمحاصصة الطائفية ومتمسك بالنهج القديم، وهذا عودة للمربع الأول، عودة للفشل، عودة لنفس الإحباطات ونفس يعني الدمار اللي أصاب العراقيين طيلة الفترة الماضية، لأنه المحاصصة الطائفية أثبتت فشلها، وللأسف الإطار التنسيقي لا يزال متمسك بها بالرغم من حجم التحديات الكبيرة التي تواجه العراقيين. نحن نعلم جيدا أنه يعني الوضع الاقتصادي في البلد شبه منهار، الوضع الأمني في البلد يحتاج إلى ترتيب ويحتاج إلى يقظة وحذر كبيرين، لكن حقيقة لا يعون حجم التحديات. إيران تقصف من جهة وتركيا تقصف من جهة، مجاميع إرهابية لداعش تصول وتجول في جنوب الموصل وفي باقي مناطق العراق، وكأنه لن يحدث شيء. أنا يعني حقيقة كعراقيين نتعجب، يعني كيف يفكرون هؤلاء السياسيين وحجم التحديات الكبيرة التي تواجه العراقيين لا يهتمون بها.